التليفون يدخل. مباشرة من مدينة الدار البيضاء، كلاسيكو البطولة من قلب دونور بين فريق الوداد الرياضي والجيش الملكي. دقائق وغتبدا المقابلة، غيبدا الماتش. الماتش غيبدا مع الخمسة بيل، اللعبة مبقاولهمش بزاف وغادي يدخلو التيران. هذه جماهير فريق الوداد الرياضي، تحياتنا ليها اللي كتحضر بأعداد قوية اليوم، فصائل الوينيرز حتى الجماهير الأخرى اللي كتكون عائلات أطفال شباب. في الجهة الأخرى جمهور فريق الجيش الملكي، تحياتنا للناس اللي كيتبعونا في هذا اللايف. بالنسبة للناس اللي كيسولوني على التشكيلة ديال الوداد، غادي يكون تاكناوتي في الحراسة كيف العادة، نصير عبد اللطيف، أشرف داري، كومارا شيخ، بدر قدارين، إبراهيم النقاش، الحسوني أيمن، أيوب الكعبي، تحياتنا كاع الناس اللي مازالين كيشاهدونا واللي غادي يبقاو يشاهدونا في هذا اللايف هذا. اذا دي جمهور فريق الجيش الملكي، دابا شويه غادي يبدا الماتش. نكمل لكم التشكيله ديال الوداد، بابا توندي وغادي يلعب اسماعيل الحداد، وكما قلت ايوب الكعبي، وغادي يلعب حمزه عسري. غيابات كبيره في صفوف فريق الوداد الرياضي. غادي يكون محمد ناهري، يحيى جبران داعي الايقاف كما كتعرفوا، انس الاصباحي، وايمن عملود، ايوب العملود. في هذا الحدث كيدخلوا اللعابه ديال الفريقين الوداد والجيش الملكي. شكرا صلاح الدين. هذا تيفو فريق او جمهور الوينيرز، جمهور الوداد الرياضي، تيفو رائع كيف العاده.
هشام ما يمكنش نشدو التيران كما كتعرفوا كاين حقوق البث التلفزيوني خصنا نحترموها. خويا ادريس كاين مشكل في لا كونيكسيون، الكونيكسيون كتقطع، مركب محمد الخامس كاين مشكل في لا كونيكسيون داكشي علاش كتقطع كتمشي، فماشي المشكل في العدسه ديال التليفون. تحياتنا لجماهير الجيش الملكي وجماهير الوداد تيفو وينرز. نتمنى ان شاء الله ان المباراة تكون في غاية التشويق والإثارة وتكون في حال الماتش اللي كان في كأس العرش. جديد كيجمع زوران مانولوفيتش المدرب ديال فريق الوداد الرياضي مع عبد الرحيم طالب مدرب فريق الجيش الملكي. عجبتني هذه الجملة اليوم اللي كتداول ما بين الجمهور الودادي والجمهور الرجاوي، ديما رجا وتحية للوداد، وديما وداد وتحية للجمهور الرجا. روح رياضية كبيرة دائما كيعود عليها الجمهور الرياضي المغربي. يلا بغينا حضور كبير، بارطاجيو هذا اللايف باش نتبعوا معكم هذه المباراة. هذه دابا شوية غادي نقلبوا لكم الكاميرا للجهة ديال جمهور فريق الجيش الملكي اللي جاب أعداد مهمة من مدينة الرباط باش يشجع فرقته. الماتش بدا، هجمة خطيرة للفريق الوداد الرياضي، رأسية ديال أيوب الكعبي، ولكن رد الحارس تفاعلت مع الجماهير. الكرة كان قريب شوية تدخل، الماتش بدا. خويا يوسف جماهير فريق الوداد الرياضي، اجواء واعره في ستاد اونور، مباراة الجيش الملكي والوداد الرياضي. كرة
كلاسيكو البطولة. تحية العزيز اللي كنقول تحية الجماهير الودادية ولا الرجوي. تحية الوداد البيضاوي، تحياتنا ليك. ستة أجواء كروية بامتياز في مركب محمد الخامس، كلاسيكو البطولة ما بين فريق الوداد الرياضي والجيش الملكي.